المديرية الجهوية للأرصاد الجوية للجنوب. هنا يتم تجميع المعطيات الخاصة بالتوقعات الجوية، فبعد الدراسة والتحليل تصاغ النشرات الجوية العامة والخاصة، والخاص هنا يتعلق بقطاع الملاحة البحرية. النشرات كتضم على الخصوص التوقعات بالنسبة للسرعة تاع الرياح وكذلك الاتجاه ديالها وكذلك العلو ديال الأمواج، وفي حالات يعني ظواهر خطيره كاين تيكون هناك انشار نشرات انذاريه يعني بالنسبه لهذه المناطق اللي كيتشكل عليها خطر. توقعات جويه يوميه او على مدى 48 ساعه يتم اعدادها هنا قبل ان يتم ارسالها الى المصالح المعنيه بالملاحه البحريه، وبقبطانيه الميناء يتم التوصل بالنشره الجويه التي تشكل القاعده البياناتيه التي ينهض عليها قرار الابحار من عدمها. اجواء قاسيه، راه كيكون بعثرات المنع ديال الدخول والخروج من الميناء. من قبطانية الميناء إلى مهني قطاع الصيد البحري يتواصل مسار النشرة الجوية، هذه الأخيرة تشكل بوصلة أساسية لدى ربابنة بواخر الصيد البحري قبل وأثناء الإبحار. كنشوفوا الميتيو كيعطيو لك الأحوال ديال الطقس، البحر شحال زايد وشحال ناقص، والسرعة ديال الريح، وكتشوف الاتجاه ديال الريح اش من اتجاه جاي، ولاش نحنا البحر عايش كان ريحه. من هنا إذن تتشكل خارطة الطريق البحرية، سرعة واتجاه الرياح، علو الأمواج، ومواعيد حركة البحر، جميعها معطيات متجددة ومتقلبة عليها تستقر سلامة البحارة والمنشآت البحرية.